كلما كررت التقارير الدولية لأزمة انتشار الجوع وانعدام الأمن الغذائي، حضرت أفريقيا بقوة كأكثر المناطق تعرضاً للمجاعات والإفقار وغياب مقومات الحياة. دراسة جديدة نشرت في دورية لانست جلوبال هيلث تكشف أن 98 مليون طفل على الأقل دون سن المدرسة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعانون من نقص المغذيات الدقيقة الضرورية، فيما يعرف بظاهرة الجوع الخفي، ظاهرة قديمة جديدة في طور التحول إلى وباء يهدد الملايين بالجوع والأمراض، وسط عجز البرامج الأممية عن تقديم المساعدات الغذائية أو تلك المتعلقة بالتنمية والاستثمار والتوعية. عجز يفاقم أزمات الشعوب الأفريقية، ولا سيما أن الدول الغربية الغنية تواصل اتباع سياسات اقتصادية ومالية وتغلب مصالحها المرتبطة باستراتيجيات الشركات الرأسمالية التي تدير عمليات تجارية هي في العموم نهب لثروات أفريقيا وتدمير لنظمها الاقتصادية والبيئية. أفريقيا خزان الغذاء العالمي لما فيها من ثروات وطاقات زراعية متنوعة، هي أسيرة الصراعات الدولية، وتتسابق الدول الصناعية الرأسمالية على إدارتها والسيطرة عليها، مكتفية بخطط دعم أثبتت عدم فعاليتها، مثل سلاسل الإمداد الغذائية. خطط مسيسة وخاضعة لمصالح هذه الدولة أو تلك، وتكشف أخيراً تلاعب الغرب بصفقات شحن الحبوب الأوكرانية وحرمانه الدول الأفريقية حصصها. آخر مثال على ذلك ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الغرب لم يكن نزيها فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا، لكون معظم الشحنات لم يتوجه إلى الدول الأشد فقرا. انعدام الأمن الغذائي والجوع الخفي ظاهرتان تمهدان إذا لم توضع خطط طارئة لمكافحتهما لحدوث مجاعات قد تنسف الاستقرار في كثير من الدول الفقيرة وتضيف إلى المأساة فصولاً مفتوحة على المجهول.